سماحة الشيخ، هذه سائلة لها سؤال من شخصين. الشخص الأول تقول فيه عند قدوم العادة الشهرية يسبقها بعده يسبقها بعدة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل للصفرة وأحيانا مخلوطة ببعض الدم البسيط، وهي محتارة كما تقول لا تعرف حكمها، هل تصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة مع العلم إذا بدأ الدم يجلس 6 أيام بعد هذه الإفرازات، وإن عدت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبا 15 يوما. هذا كي يسأل عنه كثير من النساء، والجواب أن هذا قد يقع قبل العادة وقد يقع بعد العادة، قد يقع قبلها قد يقع بعدها. فإذا كان قبلها لم يتصل بها فليس في حيض، إذا رأت الصفرة والكدرة والإفرازات التي قبل العادة يوم أو يومين أو 3 أو 4 ثم تنقطع تزول ثم تأتي العادة، هذه لا يعول عليها ولا تترك الصلاة فيها، بل تصلي وتصوم وتحل زوجها. وهكذا إذا كانت منفصلة بعد العادة بعد الطهر تأتيها إفرازات صفرة وقدرة بعد العادة، هذه لا يعول عليها ولا يلتفت إليها ولا تدع لها الصلاة والصوم ولا يمتنع منها زوجها. ثبت في البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد قدرة والصفرة شيئا، زاد أبو ذر بعد الطهر، زاد موضحا المعنى، المعنى أن الصحابيات كنا لا يعدون الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وهذا يعم الطهر قبل الحيض والذي بعد الحيض. أما كان بعد الطهر قبل ما تجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يعد ما له صفرة وقدرة، وإن خلطها شيء يسير من دم لا عبرة بذلك. أما كانت متصلة تبدأ بالصفرة ثم يجيء الدم متصلا هذه من الحيض، وهكذا بعد متصلة به هذه من الحيض ولو بلغ 15 يوم هذا من الحيض.